حكم الإفطار من غير عذر فضيلة الدكتور مجدي في هذه الجملة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا الإفطار بدون عذر في نهار رمضان كبيرة من الكبائر مباشرة، والإفطار بدون عذر ينقسم إلى قسمين، الإفطار بمفطرات العادية وده كبيرة من الكبائر مثل أن يأكل أو يشرب متعمدا فيأثم شرعا، يأثم وإثما كبيرا، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يقضه ولو صام الظهر، يعني لو صام العمر كله مش هيقضي اليوم ده بدون عذر. لذلك المفطرات العادية هنا يستغفر الله عز وجل كثيرا على ارتكاب هذا الذنب، وبعدين عليه قضاء هذا اليوم بعد ذلك، ويقبل الله بقى او لا يقبل قضاء، بس ولا قضاء وكفارة مولا؟ لا ده في قضاء في الحاجات الاشياء العادية، اللي فيه كفارة هو الذي يجامع زوجته في نهار رمضان، فعليه كفارة صيام شهرين متتابعين، لو فطر يوم واحد في النص يعيد 60 يوم من جديد، وإذا لم يستطع حقيقة والطبيعة لم تستطعش يطعم 60 مسكينا وعليه قضاء ذلك اليوم، يبقى هنا كفارة ويستغفر وكفارة وقضاء، الأولاني اللي هو بالأكل أو الشرب أو غير ذلك بس متعمد، متعمد قضاء فقط، قضاء فقط، والاستغفار أهم كمان. استغفر لا حتى هل لا ندري الله يقبل توبته أم لا، لأن قلنا إيه عشان الناس ما تستهونش، دي كبيرة من الكبائر، والكبائر لا نعرف إذا تبت منها هل قبلها الله، بنبقى على خطر فيها. فالذي يفطر في يوم متعمدا في نهار رمضان بدون عذر بغير الجماع عليه التوبة النصوح والتذلل والندم، ثم عليه قضاء ذلك اليوم الذي أفطره.